يعني هذا ستاندو بلومبلوا. بالنسبه لهنايا ندورو البي سي ار في بلادنا ما كان حتى مشكل، لكن المشكل انه في مثلا في اسبانيا او في فرنسا لما نعمل البي سي ار راهم يديروا هنا 120 اورو حتى 140 اورو، يعني هذا ما يكلف تقريبا حوالي 400 دينار سنتيم، لا 24000 دينار جزائري. هذا نظن يعني نشوف السلطات المحليه اذا كان نخلصوا هذا المبلغ نخلصوا في بلادنا، ما نخلصوش السلطات الصحيه الفرنسيه او الاسبانيه نخلصوا هذا المبلغ كبير بالنسبه لنا، خاصه وان هذا يعني الجزائر كدوله ما تستغلاش. هذا من جهه. ثانيا انا نظن يعني عمليه الصدر في الباخره الشيء اللي نطلبوه من الجزائر انه هو يكون داير الفاكسان، يعني في الباخره كي يركب المسافر يكون داير الفاكسان، وعمليه البي سي ار تتم على مستوى الميناء الجزائري. يعني هو